خلينا نتكلم عن تشريح الاول العمود الفقري. طيب هو العمود الفقري عباره عن هو العظم اللي ماسك من اول الرقبه لحد الحوض تحت. هو وظيفته ثلاث حاجات. اول وظيفه ان هو بيشيل الوزن بتاع الجسم، الجزء العلوي من الجسم. تاني وظيفه ان هو بيحمي داخله الاعصاب والحبل الشوكي. تالت وظيفه ان هو مسؤول عن حركه الجذع، يعني التانيه والفرد والرقبه وجميع الحركات يعني. دول الثلاث وظائف الاساسيين للعمود الفقري. دي وظائف العمود الفقري. تمام. نتكلم عن تشريحه يا دكتور. تمام. هو بيتكون من ثلاث اجزاء اساسيين، هي الفقرات العنقيه اللي هي دي ماسكه الرقبه، والفقرات الصدريه، والفقرات القطنيه. اغلب المشاكل اللي بتقابلنا بتكون في الفقرات العنقيه او في الفقرات القطنيه. الفقرات الصدريه غالبا انها غير متحركه، فبتكون مش بقول مستحيله بس المشاكل فيها تكاد تكون نادره يعني. ولكن يا دكتور الجزء الاكبر من الناس هم اللي بيعانوا من مشاكل في الفقرات العنقيه وفي فترات بدري قوي. يعني بالزبط. انا كنت لسه بتكلم بقول انه الاطفال في سن مبكر جدا وما كانش ده بيحصل لنا زمان، بقوا يشتكوا مثلا من الام في رقبتهم. بالظبط. وده ما كانش يعني وارد معانا خالص واحنا اطفال. دلوقتي في تايتل جديد في العمود الفقري ظهر اسمه سمارت فون سندروم. اللي هو في الشباب الصغيرين طول اليوم ماسك الموبايل ورقبته متوطي كده لقدام. ده يعني خلينا نلاحظ في مشاكل في سن صغير اقل من 25 سنه ما كناش بنشوفها قبل كده، ان حد بيشك من الم في رقبته، بنعمل اشعه بنلاقي عنده انزلاق غضروفي او عنده خشونه في الفقرات. فالحاجات دي كانت نادره في يعني قبل اختراع السمارت فونز والحاجات دي، دلوقتي اصبحت منتشره وبنشوفها بكثره. فانا اقدر اقول ان اكتر سبب لي لكن دلوقتي الحمد لله يعني كل الولاد معاها تليفونات وكل الولاد تقريبا بيعانوا من مشاكل في رقبتهم بسبب بالظبط. اللي انا اقدر انصح بيه يعني طبعا مفيش استغناء عن السمارت فون، بس لازم ما يكونش الطفل او الشاب هو بيصمم بقى ما يكونش مط كده رقبته لقدام، لازم يبقى ايه رافع كده رقبته لقدام بحيث يبقى البايو ميكانيكلز بتاعت الفقرات بتكون في وضع صحيح، يعني ما تكونش خطأ في وضع الخطأ. طيب دكتور يعني شكل إصابة الفقرات العنقية الأعراض بتبقى شكلها عامل إزاي؟ إحنا الأعراض بنشوفها أشهر حاجة المريض بيشتكي من ألم في الرقبة وبيسمع في الكتاف، ساعات بيسمع في كتفه اليمين أو في الشمال أو في الاثنين، وساعات بيكون الالم نازل على نص ظهره من ورا او من قدام. دي اشهر حاجات المريض بيجي لي ان بيشتكي من الشكوى دي، وغالبا ما بيكونش في الم في الرقبه خالص، بيشتكي ان هو بس عنده الم في كتفه. فطبعا مع الفحص بيبان هل الالم من الكتف نفسه او من الفقرات، ولو شكينا ان هو من الفقرات بنعمل اشعه رنين نطمن. طيب نتكلم على يعني الفحص بيبقى عامل ازاي؟ تمام. يعني التشخيص بقصد التشخيص يا دكتور، ازاي بيتم التشخيص الخاص بمريض الام الفقرات العنقيه؟ تمام. التشخيص انا باخد الهيستوري من المريض، طبيعه شغله ايه، بيستخدم الموبايل كتير ولا لا، هل هو بيدخن ولا لا، يعني طبعا التدخين برضو وقت عامل مهم جدا في خشونه الفقرات او الانزلاق الغضروفي. فيعني الحاجات دي كلها لو لقيت عند المريض بشك ان عنده مشكله في الرقبه، سواء ان هو بيشتغل على الكمبيوتر كتير فتره طويله من غير ما يريح رقبته، او بيستخدم الموبايل كتير، الناس اللي بتشتغل في كول سنتر، المدخنين بكثره، الحاجات دي كلها بتدينا هنت ان المريض ده ممكن يكون عنده مشكله. لو شكيت معلش يا دكتور هنا بقى اوقف حضرتك. ايه علاقه التدخين؟ لانه ناس كتير قوي مش هتعرف العلاقه ما بين التدخين الشخص يبقى مدخن وما بين ان هو عنده مشاكل في الفقرات العنقيه. الغضروف ملوش بلاد سبلاي، ملوش دم بيوصل له، هو بيوصل له من الانسجه اللي حواليه. للاسف النيكوتين بيسد المسام اللي بيتغذى منها الغضروف، فالانسان المدخن بكثره فبيخلي النيكوتين ما بيوصلوش السبلاي بتاعه الدم بتاعه، فبيخلي حجم الغضروف او الغضروف ينشف بسرعه، يقل بسرعه. يعني مثلا يعني الغضروف عمره افتراضي مثلا ربنا خلقه 40 سنه مثلا، السجاير بتخلي عمره يقل 10 سنين مثلا، وبعد كده يبدا يا دكتور معقوله؟ انا بتهيألي المعلومه دي انا
مفاجئاني، اول مره اعرفها، ومتهيألي ناس كتير برضو المعلومه هتبقى بالنسبه لهم مفاجاه. يعني الشخص المدخن هو كده بيأثر على الغضاريف الخاصه بالرقبه وبالظهر برضو. هو ده اللي عايزه اقوله، مش بس يعني اكيد الفقرات العنقيه اللي بتأثر، ولكن كل بقى الغضاريف الموجوده في جسمنا بالظبط. هاي الناس كده بقى مش هتدخن او نفسي يعني هتبقى عندها تخوفات فيما يخص التدخين بشكل اكبر بكتير طبعا. طيب دكتور، في حد يقول لك ايه، انا مش عارف ليه بقالي فتره كده مش عارف ابص يميني كويس قوي ولا شمالي كويس قوي، يعني رقبتي ما بتاخدش الاتجاهات كده بشكل صريح، يعني ممكن اعمل كده ولكن ما اعرفش اجيب الناحيه دي بشكل كامل بالظبط، ونفس الشيء في الناحيه دي. ايه شكل المشكله اللي ممكن تكون حصلت في الرقبه بالتالي الشخص بيشتكي من الشكوى دي؟ هو المشكله يعني بتكون غالبا انها خشونه في الغضاريف العنقيه. الخشونه دي الغضاريف بتكون مسؤوله عن الحركه، بتخلي الحركه بتاعه الرقبه سموث، فلما يحصل بالظبط خشونه في الغضاريف دي بيخلي حركه الرقبه فيها خشونه كده، بتحرك بصعوبه بالم بالحاجات دي كلها. بس اللي انا عايز اطمن الناس، يعني مش كل حد عنده خشونه في الغضاريف او عنده انزلاق غضروفي في رقبته محتاج عمليه. يعني احنا بنشوف اكتر من 90% من الناس اللي عندها خشونه في الفقرات العنقيه او انزلاق غضروفي بيتحسنوا بالعلاج الدوائي وبالعلاج الطبيعي. اللي بيحتاجوا تدخل جراحي يعني نسبه قليله اقل من 10% كمان. 10% بالظبط، ودي نسبه تعتبر قليله بالظبط، والحمد لله ان هي قليله اصلا يا دكتور، لانه برضو عمليه في فقرات الرقبه انا اتخيل ان هي مش حاجه سهله يعني. لا انا اقول انها حاجه سهله طبعا، ومش بس يعني مش مضطرين ليها، بس لو اضطرينا ليها هي عمليه سهله وبتكون يعني وان داي سيرجري، يوم واحد والمريض بيخرج من المستشفى ومفيش منها مضاعفات تذكر الحمد لله يعني. طيب انا فهمت من كلام حضرتك ان الانزلاق الغضروفي العنقي ده درجات، يعني في درجات ممكن تخضع للعلاج الدوائي والعلاج الطبيعي فقط بالظبط نتائج كويسه بالزبط. والشخص يقدر يرتاح ويعني يمارس حياته بشكل طبيعي، وفي درجات تانية لا هو هيبقى محتاج ان هو يخضع او يلجا للجراحه بالظبط. احنا بنشخص ده ازاي؟ يعني مين اللي هنقول له انت حلك جراحي فقط، مين اللي هنقول له لا انت لازم تلجا الاول لجلسات العلاج الطبيعي؟ في حاجات ريد فلاجز، يعني لو احنا شفناها في المريض لازم بنقول له لازم عمليه. لو هو المريض عنده ضعف في الاعصاب او عنده ضمور في العضلات، دي الحاجات اللي احنا بنقول ده لازم عمليه. باقي المرضى كلهم بنحاول 6 شهور علاج دوائي مع علاج طبيعي. الغالب العام بين الناس بيتحسنوا بالعلاج الدوائي والعلاج الطبيعي. هم 90% اللي قلت عليهم، ال 10% اللي هم ما بيتحسنوش يفضل الالم مزمن معاهم، هم دول بيحتاجوا ان احنا نعمل لهم عمليه جراحيه. بس لو العيان كان يعني ساعه لما جالي الكشف اول مره لقينا عنده الريد فلاج ده، خلاص ما اقدرش اقول له غير انت حضرتك ليك عمليه، خلاص ده لازم بقى يعني يلجا للعمليه. يعني بقول الكشف مهم جدا، لازم ما ينفعش يعني بالاشعاعات فقط، لازم الكشف مع الاشعاعات على المريض. طيب دكتور، انا بتخيل ان يعني المريض المصري من اكتر المرضى اللي بيصبروا على نفسهم كتير بالزبط. يعني ممكن يكون تعبان جدا، ممكن يكون متالم جدا، ولكن ما يفكرش ان هو يروح يتشخص، يعني يفكر انه طيب ما اخد مسكن، طيب ما يعني البس رقبه كده والدنيا هتتظبط وتتعادل، ولكن ما بيفكرش في العلاج بخطواته المظبوطه. يعني ايه خطوره ان انا ابقى عندي مشكله اهملها وما افكرش ان انا اتشخص صح فبالتالي اتعالج صح، واهمل المشكله لفتره طويله من الوقت؟ طبعا المشكله بتقابلنا العيان بيجي بيكون استوى مسكنات وعلاج طبيعي وكده من غير ما يشخص الحاله صح. فكتير من الناس بيجي لي بنعمل له تحاليل عاديه نلاقي عنده وظائف الكلى عاليه، بنلاقي عنده قرح في المعده، بنلاقي عنده حاجات من المسكنات.
فانا انصح اي حد يعني حضرتك اي دكتور جنبك عمود فقري هيشخصك صح، بس بدل ما تروح استدي ياخد مسكن والنهارده ياخد مسكن وده يديك نوع وده يديك نوع مختلف والكلى بتتعب والمعده بتتعب وجسمك بيعان بيتعب المسكن بالظبط. لا حضرتك يعني لما تحس بمشكله زي كده اي دكتور جنبك يعني هيقدر يشخص الحاله صح، اكشف عنده الاول. لو هو قال لك لا كمل على المسكنات يبقى هو ده رايه، لكن قال لك ليك علاج تاني ليك علاج طبيعي ليك رقبه ليك حاجات يبقى انت بحيث يعني احنا كل الهدف في اي علاج مريض ان احنا ما ندوش مسكن، احنا بنقلل يعني بنقلل جرعه المسكنات او بنمنع المسكن خالص، يعني نعالج المريض ان هو يمنع المسكن او يقلل جرعه المسكن. بس هو على فكره يعني المسكن ده مش علاج، يعني انا باخد مسكن ده حتى من اسمه يا دكتور مسكن بالظبط، مسكن يعني انت هتسكن المشكله بشكل وقتي وهترجع مره تانية بالظبط طبعا. انا يعني المريض بيجي لي يعني اخر حاجه افكر فيها ان انا اديله مسكن، افكر ان انا اعالج المشكله ازاي بالحاجات الطبيعيه بالعلاج الطبيعي بالمضادات الالتهابات بحيث ما شد الرقبه بس ان انا اديله مسكن اقول له روح لا ده مش حل، ده مش حل طبعا. يا مدام سلوى السلام عليكم. عليكم السلام اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله طيبين. وانتي بألف خير اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك، ازي صح؟ الحمد لله. بقول لحضرتك والله انا عامله تسديد فقرات على مراحل، اخر مرحله عاملاها في شهر 10 السنه اللي فاتت، فمن ساعه ما حطوا لي الوصله الثالثه فتعبانه جدا جدا فوق ما تتخيل، لدرجه ان ضلوعي كان زي ما اكون مكسوره وضلع اليمين وارم. فقعدت اقول للدكتور فقال لي لا مش من العمليه، كل ما اروح له يقول لي مش من العمليه. لما وصلت لمرحله مش قادره امشي خلاص، فعمل لي حقن من شهر كده، عمل لي حقن وبرده الالم خف شويه بس في الم، بدا الالم يتردد تاني عليا جامد جدا ومسمع في رجليا الاثنين، مش قادره امشي خالص مش قادره فعلا. حضرتك عندك كام سنه؟ في الارض. مدام سلوى عندك كام سنه؟ 66. دكتور في اسئله؟ تعبانه جدا. هو يعني ساعات لو عيان بيكون عامل كذا عمليه في ظهره قبل كده بيحصل الم، شويه الم مزمن كده ممكن نتغلب عليهم بالحقن او ممكن نتغلب عليهم بحاجات كده ادويه او تردد حراري. بس في حاله حضرتك يعني لازم دكتور عمود فقري متخصص يفحص الحاله من جديد، واحتمال يعني تعمل حاله اسمها مقياس هشاشه. لا عملت مقياس هشاشه لدرجه الالم ما مسمع في جنابي، بفتكر عندي الكلى. فرحت للدكتور قال لي لا مش الكلى دي، الفقرات عندك ملتهبه. من ساعه بصراحه ما طلعت من العمليه الاخيره دي مش موزونه خالص ومش طبيعيه وتعبانه جدا. وبتعملي اشعاعات جديده بعد العمليه حتما اشعه مقطعيه على المسامير؟ عملت رنين. بتعملي رنين؟ عملت رنين قالوا في التهاب في الفقرات، لان طلعوني من المستشفى بعد 5 ايام من غير ما يكتمل علاجي. فاول عمليه كنت ده انا قعدت شهرين، لكن طلعوني على طول لا انا تعبانه جدا والدكتور مش مقتنع ان انا تعبانه، مش عارفه اعمل ايه مش عارفه اعمل ايه. وجنابي الكلى ضربه خالص. هو حضرتك الدكتور قال لي من الفقرات. الفحص والاطلاع على الاشعاعات هو اللي هيدلنا الطريقه المناسبه لعلاج حضرتك يعني. ماشي يا دكتور، شكرا جدا تحت امر حضرتك. بشكرك يا مدام سلوى والف سلامه عليك. شكرا يا حبيبتي، مع السلامه. دكتور كتير من الناس في الفترة الأخيرة دي يقولوا إيه، بما إننا بنتكلم يعني لسه على الانزلاق الغضروفي العنقي، أنا بقيت بتعب جدا وأنا سايق، أنا السواقة بقت تتعبني جدا، أنا ما بقدرش أسوق لمسافات طويلة. وفي ناس تانية تقول إيه، أنا المطب يعني بيموتني، لما بكون سايق وآخد مطب يعني بيعمل لي مشكله جامده جدا، وابتدي احس بالام شديده جدا في منطقه الرقبه من ورا. بالظبط. هو ده بيكون ان طبعا الانسان لما يكون سايق بيكون رقبته ثابته في وضع واحد فتره طويله، فانا انصح يعني اي حد ما يسوقش اكتر من نص ساعه متواصل. لو هو ما بيحصلش خالص بقى الحقيقه يعني هيضطر يسوق فتره طويله، لازم مثلا يريح كده على جنب 5 دقائق يعمل تمارين يحرك رقبته يمين شمال. في تمارين على اليوتيوب كتير نيك اكسرسايز ينزلها كده مده 3 دقائق بس كده يحرك رقبته يمين شمال، هتلاقي يعني العضلات بتتحرك تاني والرقبه بتفك.
بس اي وضع يعني ثابت فتره طويله اكتر من نص ساعه هو اللي بيتعمل، سواء الموبايل سواء الكمبيوتر سواء السواقه. الحاجات دي كلها هي اللي بتعمل ماستر سبازم، يعني شد في العضلات وبتخلي يحصل الم. يعني ما نثبتش رقبتنا في وضع ثابت لفتره طويله بالظبط، اكتر من نص ساعه، ده غلط قوي، غلط جدا بالظبط. ناخد استاذ رجب. السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ رجب، ازيك؟ كل سنه وانتم طيبين يا استاذ، وحشتونا جو جو والله، وبشكركم والله يا استاذ على كل الحاجات اللي بتسدونا بيها يا استاذ. وحياتك طيب يا استاذ رجب، اتفضل. تحياتي للدكتور، تحياتي لفريق اعدادك المحترم. بشكرك جدا. الله يبارك فيك. انا مريض صدر يا دكتور، وعندي الرابعه والخامسه قطنيه، وعندي بعض الصدر بعض ورا عندي فقرات، وعندي الرابعه والخامسه قطنيه، وعندي العصعصيه كمان. تمام. وعندي مشكله في الصدر، نفسي اعمل عمليات بس ما قدرت. فبالله يا شيخ انا عايزك تفيدني، ان كان الاكل هيفيدني ممكن اروح المحافظه الاقصر واحكم، ان كان مش هيفيدني يا دكتور، وعملت يعني ساعات وعملت رنين وعملت كل حاجه، بس المشكله اخش اي عمليه على صدري ما بيروش يعملوها لي. حياتك سامع يا دكتور؟ هو حضرتك الالم في ظهرك ولا في رجلك؟ يعني عندك تراكيتي صب كله نار 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 في رجليا يا دكتور. لو الالم في لو الالم في وضعف في سنة. الو. ايوه سامعك. ايوه اتفضل. لو الالم في رجل حضرتك يعني الحقن هيفيدك طبعا وهيغنيك عن العمليه، وبيقعد معاك فتره طويله مثلا 6 شهور لسنه بالنسبه لحالتك الصحيه. فلو الالم فعلا في رجلك زي ما حضرتك بتقول، فانا انصحك تعمل الحقن ده، هيفيد ان شاء الله. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا دكتور. الله يخليك. بشكرك. كل سنه وانتم طيبين ومتشكرين لقناه اللاين كلها، القناه المصريه الاصيله. وحضرتك بالصحه والسلامه. شكرا. كل سنه وحياتك طيب. وانتوا طيبين؟ انت واهلك الاقصر بقى كلهم. والله يبارك فيكي، الله يبارك فيكم يا استاذه. بشكرك جدا يا استاذه. يجي على رمضان بخيص على مصر وعلى الامه الاسلاميه يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. دكتور انا عايزه اتكلم على مشكله، يعني دلوقتي لو انا ما اتكلمتش، لو خلصت الحلقه دي وما اتكلمتش على المشكله دي، انا اتخيل ان الستات كلها هتزعل مني. تمام. وهي الام اسفل الظهر يا دكتور. الام اسفل الظهر بيصاب بيها عدد كبير جدا من السيدات في الفتره اللي يعني لما بين ال50 وال60 ويمكن بقى فيما فوق. بالظبط. ايه اسبابها يا دكتور؟ طيب هي ليها كذا سبب، اشهر سبب ان بيكون وزن زياده، بالذات في السن الكبير ده بيحصل الوزن بيضغط على الفقرات بيعمل الم. بس في برضه غير الوزن اسباب عضويه ثانيه، يعني ممكن يكون في حاجه اسمها تزحلق فقاري. ان في يكون مع السن والشقة وشغل البيت وكده بيحصل ان في فقره بتحصل لها بتتعب بتتزحلق على الفقره اللي فوقيها، ده السبب المشهور برضه من قبله. او خشونه في الفقرات دي بتيجي زي ما قلنا من السن ومن الوزن او انزلاق غضروفي، هم دول اشهر 3 اسباب. قلنا الخشونه او التزحلق الفقاري او الانزلاق الغضروفي او بدون سبب ان هو الوزن العادي. طب احنا بس عايزين نمسك كل مصطلح كده حياتك قلته. طبعا. ونشرحه اكتر للناس اللي بتتابعنا، لانه في ناس مثلا تقول يعني ايه انزلاق غضروفي؟ انتوا عمالين تقولوا لنا من اول حلقه انزلاق غضروفي عنقي، انزلاق غضروفي قطني، ولكن احنا مش عارفين اصلا يعني ايه انزلاق غضروفي. هو الغضروف عباره عن هو بيكون مخده كده طريه بين الفقرتين، الفقره عباره عن فقره فيها عظم والثانيه عظم وبينهم حاجه طريه كده، ده الغضروف. ده المسؤول عن هو بيمتص الصدمات وفي الحركه بيبقى لين في الحركه. الانزلاق ان هو في حته ودور الغضروف يا دكتور، يعني هو ربنا خلق لنا الغضروف ده في اجسامنا عشان ايه؟ عشان يبقى العظم ما يبقاش على بعضه، يبقى الفقره مثلا دي رقم 4 لوحدها ورقم 5 لوحدها بينهم الغضروف ده زي مخده كده صناعيه طريه. دي بتمص الصدمات، يعني الانسان لما بيمشي بيبقى ما يحسش انه ماشي على عظم، وزي كاوتش العربيه بالظبط. يعني الكاوتش العربيه فائدته ان هو العربيه لما بتمشي ما بتحسش بحركه الطريق. بالظبط كده الغضروف لما حضرتك بتمشي ما بتحسش انك انت يعني في عظم مخبط في بعضه. الحاجه الثانيه هو مسؤول عن الحركه، العيال لما بيتنق قدام وبيرجع لورا الغضروف بي 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 يعني بينمط كده. في حاجه في العربيه بتمتص الصدمات كده. بالظبط. مساعدين. ايوه صح. يعني هي دي كانها نفس وظيفه المساعدين بالزبط. في العربيه عشان الناس بس تبقى يعني بالزبط. مركزه اكتر معايا وتوصل لها المعلومه اسرع.
ربنا خلاها احدث بكتير يعني بطريقه حديثه جدا. ربنا خلاها احدث بكتير بالزبط. عشان تمتص الصدمات، لانه انا ساعات برضو افضل افكر ايه اقول هو ازاي الواحد لما بيقعد مثلا على حاجه ناشفه قوي كده ويحدف نفسه ما بيحصلش مشاكل في العمود الفقري، عشان بقى عشان وجود الغضروف. لو الغضروف هيلثي الغشاء بتاعه بيبقى كويس وماسك كويس بيستحمل الصدمات وبيستحمل الاعاد والثاني والفرد وكده. لكن لو الغضروف مش هيلثي يعني مش صحي سواء قلنا بالتدخين بالوزن الزياده بالحاجات دي كلها سهل بسرعه ان هو يتعب ويحصل له انزلاق يحصل له خشونه الحاجات دي كلها. طيب ايه اللي ممكن يخلي الغضروف عندي مش صحي؟ يعني انا ممكن اكون بعمل ايه يخلي عندي الغضروف يتحول من صحي لغضروف مش صحي؟ اشهر سبب هو السجاير طبعا، اللي هو اللي بيخليه في السن الصغير التدخين. احنا قلنا اقل من 30 دلوقتي بنشوف ناس كتير اقل من 30 سنه وعندها غضروف وعندها اثنين وعندها ثلاثه. كتير قوي يا دكتور دلوقتي فعلا. بالظبط. تاني سبب حد يشيل حاجه تقيله فجاه، ست بتقول لك انا شلت عمود البوتاجاز. ده كتير بقى، ده الستات عندنا في مصر يعني جدع جدا وبتستحمل كتير وبتشيل حاجات تقيله جدا. بغسل بطانيه، بغسل السجاده، الحاجات دي كلها بتخلي الغضروف يتفعص جامد، فالحته منه بتخرج يفرقع من مكانه فده بيضغط على العصب، فده بقى الانزلاق الغضروف. بالظبط. ان هو خرج من مكانه. بالظبط. فرصه بقى نقول للستات دلوقتي كلها اللي بتتابعنا، لا ما تجيش على نفسك قوي كده، عشان يعني ما تجيش على نفسها لانه طبعا. في الاخر بتيجي على صحتها. بالظبط. هو الحد المسموح للستات اللي هم الستات البيوت اقصى حاجه 10 15 كيلو. لو هي مضطره تشيل حاجات اكتر من كده لازم يكون حد لازم حد يساعدها. حد يساعدها على حد عضلاته قويه. لكن الست البيت العاديه يعني ما انصحش انها تشيل اكتر من 15 كيلو مهما كانت. بالظبط. يعني وظيفه الراجل ايه؟ عشان اكيد يساعد. ان الراجل ربنا خلق له عضلات اقوى، عضلات اقوى وجسمه جهازه الحركي اقوى بكتير قوي من الست، بحيث انه ممكن يشيل لحد مثلا 40 50 كيلو من غير ما يحصل له اي مشكله. فيشيل بقى، خلينا نقول للستات دلوقتي الراجل يشيل عادي مفيش مشكله. بالظبط. مدام سلوى. ايوه. ايوه مدام سلوى، ازيك؟ الله يخليكي. انا بكمل السؤال اللي سالتيه دلوقتي على الغضاريف. فعايزين يقول لنا ايه الاكل اللي ممكن ناكله يغذي الغضاريف. والله ده سؤال حلو قوي. وبعدين الدكاتره بتوع العظام اختلفوا في موضوع الكوارع، في يقول لك لا ما ينفعش ناكلها، ده ما ينفعش تتخلق. مع ان بقى الناس بتقول لنا ده جيلاتين وده مفيد جدا. ما هم اختلفوا الدكاتره بتوع العظم بقى في الموضوع ده. طيب مش عارفين رايه ايه بقى، هل الكوارع مفيده فيها يعني تفيد الركب وكده ولا من ولا ملهاش لازمه، ولا من فئه الدكاتره اللي هم بيقولوا لا ما بتعملش حاجه. فعايزين الدكتور يكلمنا في الموضوع ده، وايه كمان غير الكوارع ممكن ناكله يعني يغذي الغضاريف. على فكره ده سؤال حلو قوي مدام سلوى. انا يا حبيبتي انا وبعدين انا عندي 65 سنه وبسال الدكتور بالنسبه لخشونه الركبه. في بيقولوا الهيرونيك اسيد وفي بيقولوا البلازما، ايهما افضل لخشونه الركبه؟ ده الحقني يا مدام سلوى صح؟ الحقني. انا هسال عليه حالا للخشونه. وبعدين ليه الدكاتره ما بيرضوش يدونا الشيء اللي هم حقنوه؟ ليه بقى؟ مثلا فارغه او كده. ايوه صح. لا يعني ايه بس مدام سلوى، يعني ايه يعني ايه الدكاتره ما بيدوناش؟ ده انت لازم تبصي على البامفلت والعلبه والعبوه قبل ما تتحقني بحاجه انت مش عارفاها. لا مين بيعمل كده؟ ما فيش. لا احنا بيقولوا لنا الحقنه اهي ويلا يعني اغلب الشعب. ما توافقيش طبعا. ما توافقيش يا مدام سلوى على كده ابدا. ما انا افرضي انا مش فاهمه المكتوب بالانجلش ولا مكتوب ايه ده، يعني ما انا مش هفهم برضو اغلبنا مش هيفهم. ايوه صح، معاكي حق. طيب فهو يقول لنا برضو الموضوع ده وايهما افضل، البلازما ولا الهيرونيك. طيب انا بشكرك. شكرا. هي ثلاث اسئله الثلاثه. طيب. يعني مهمين جدا. طيب. اول سؤال خلينا نبدا بالسؤال الاخير ليه بقى لانه مهم جدا. والسؤال ده ممكن او وارد ناس كتير قوي تتعرض للغش والخداع وتدفع فلوس كتير قوي وما تجيبش نتيجه. وعلى فكره يعني انا اعرف تجارب شخصيه كده، اتحقنت في الركبه بمواد هي مش عارفاها والمواد دي ما عملتلهاش اي حاجه خالص ودفعت فلوس كتير على الفاضي.
تمام. بص هو مبدئيا اي مريض بنحل له حاجه لازم بنقول له طبعا ده حق المريض لازم 100%، لازم اي مريض بنديله اي ميديسن او اي حق لازم بنعرفه ونشرح له ده الدواء ده عباره عن ايه وجاي منين وايه نسبه نجاحه والمخاطر قبل العبوة يا دكتور دي حقها ومادة الصنع دي اتصنعت فين وكل الحاجات دي ولازم اقول له ايه المخاطر قبل ما اقول له ايه المميزات تمام. طيب غير مقبول ان حد يقول لك هديك حقنه انا جايبها من بره وانا جايبها من بتجي لي مخصوص من المانيا، الكلام ده كله مش صح طبعا وانا لا اعترف بيه يعني. طيب ايه الفرق بين الماده، هي الماده الوحيده الموجوده في السوق باسماء مختلفه اسمها هيالورونيك اسيد. الهيالورونيك اسيد دي يعني هي في انواع كتير جدا وفي اسعار كتير وكده. دي ماده بتعمل ليونه في الركبه، يعني المصل بدل ما بقول لحضرتك العظم بيحك على بعضه كده بتخش كانها ماده زيتيه كده بتعمل ليونه للحركه. دي مش بتعالج الخشونه ومش بتحسن المفاصل، بس هي بس بتحسن الحركه وبتحسن الالم. طيب البلازما احنا بنتكلم كلام علمي، البلازما هي طلعت فتره كده من حوالي 4 5 سنين وقالوا بتحسن الغضاريف وكده، بس حتى الان الابحاث شغاله عليها مفيش ابحاث 100% او دقيقه انها بتقول انها بتحسن. فاغلب الناس دلوقتي بدات البلازما تتراجع صحيح، والناس اللي كانت بتعملها بطلوا يعملوها، بس مش هقدر اقول هي مضره، لا هي ناس بتعملها بس مفيش ابحاث ولكن علميه. ولكن في ناس مثلا اشتكت ان هي عملت البلازما دي ما جابتش معاها اي نتائج. بالظبط كتير بس مفيش ابحاث انها مضره او مفيش ابحاث انها مفيده. الهيالورونيك اسيد برضو يعني كلام واضح ما بيحسنش الخشونه، بس هو فقط بيحسن الالم وبيحسن الحركه. تمام. حضرتك لما تروحي تحقني عند اي دكتور قولي له حضرتك وريني الماده اسمها ايه وسعرها كام ومصنعه فين، لازم يا مدام سلوى. وحتى يعني حتى بالزبط. لو يعني نفرض ان حضرتك مش قادره تقري اللي مكتوب عليها مفيش اي مشكله خالص، بس حضرتك ممكن يبقى معاكي حد يتاكد من المنتج ده ويتاكد من مواصفاته ويتاكد من بلد المنشا، لان دي حاجات بالزبط. مهمه جدا. بس وهي الماده واحده هي الهيالورونيك اسيد، هي باختلاف تركيزات واختلاف عبوات فقط، ما فيش يعني اختلاف جوهري بين المواد كلها خالص، اختلاف تركيزات بقى بس يعني. صحيح. طيب هي سالت سؤال الكوارع. لا هي سالت الكوارع دي، ده سؤال على فكره ناس كتير قوي، يعني مش بس مدام سلوى اللي بتسال السؤال ده، انا ناس كتير قوي بتتكلم في القصه دي، يعني انا بسمع ناس كتير قوي بتتكلم الكوارع دي هايله، دي هايله جدا للغضاريف، دي بتجيب نتيجه، دي كلها كولاجين. فاحنا مش عارفين برضه الكلام العلمي مفيش اي حاجه على الكلام ده، يعني قولا واحدا الكوارع اي اكل بيقولوا بيزود الغضاريف، لان لا ببساطه ان اي اكل بيخش المعده بيتهضم وبتحول لمواد اوليه من جديد اللي هو اسمها امينو اسيدز، والجسم بيمتصه وبتحول في الجسم يعني بيتحرق في الجسم. يعني الكوارع مالهاش علاقه بالمفاصل نهائية. عشان بس يعني الناس الكوارع حلوه انا بحبها بس مالهاش علاقه بالمفاصل. مالهاش علاقه بالمفاصل. مين؟ استاذ نشأت؟ الو الو استاذ عبد المولى. ايوه استاذ عبد المولى اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. والله كل سنه وانتم طيبين الاول. وحياتك طيب. انا عندي بشتكي من وجع في منتصف الظهر. ايوه. فكشفت عند الدكتور. فقال لي في عندك تقوس في العمود الفقري. حضرتك عندك كام سنه؟ فاداني طبعا ادويه بسط في العضلات وحاجات ثانيه بس ما جابتش نتيجه. فقال لي اعمل كمادات ميه سخنه وغده حزام، مش فاهم الحزام ده حزام ايه يعني. عايز اعرف علاج التقوس ده ايه؟ لانه عامل لي التهابات في منتصف الظهر. حضرتك عندك كام سنه؟ 70 سنه. 70 سنه؟ يعني هو لازم طبعا يعني غالبا انا طبعا لما عملت يا دكتور الكاميرات ديت ارتحت شويه. بس برضه لسه في الم يعني في الجنب اليمين بالذات، يعني في منتصف الظهر من الجنب اليمين. فالإشاعة اللي هي كنت عملت إشاعة مسح ذري فطلع في الهيكل العظمي الدكتور بيقول لي عندك تقوس في العمود الفقري. فمش فاهم ده علاجه ايه يعني؟ وهل الكاميرات
تكفي ولا ولا موضوع الحزام ده اللي بقول عليه مش فاهم. هو التقوس يعني في سن حضرتك حاجه مش مهمه خالص، انها بتكون يعني مع السن بيحصل ان العظم بيحصل له هشه، فجسمك ممكن يقوص شويه لقدام كده، بس دي حاجه مش خطيره في سن حضرتك يعني. تمام. طيب علاج ازاي يعني نخفف من الالم ده ازاي يعني؟ الالم لازم مبدئيا هتعمل اشعه رنين على الفقرات مبدئيا يعني عشان نشوف هل في عندك خشونه او عندك الفقرات سليمه. لو اشعه رنين ولا علاج طبيعي يا دكتور؟ لا، التشخيص الصح ان احنا نعمل اشعه رنين على الفقرات اللي توجعك. لو طلع والحزام ده ايه موضوع الحزام ده مش فاهم، وهل البسه ولا ما البسوش؟ ما هو انا مش ما شفتش الحاله عشان اقدر اقول لك تلبسه وما تلبسوش، بس مش هيضر الحزام يعني، بس مبدئيا ان لازم نعمل اشعه رنين عشان نبقى عارفين يعني التشخيص السليم للسبب الالم ده ايه. يعني يا استاذ عبد المولى حياتك يعني. لازم تعمل اشعه رنين حياتك على الظهر كله. أيوة. على الفقرات اللي بتوجعك سواء الصدريه او القطنيه. مشكورك يا استاذ عبد المولى. شكرا. دكتور هرجع مره ثانيه لحقن الركب دي، لانها سؤال بيسالوا ناس كتير قوي ومش عارفين الصح والغلط فين، يعني الناس بتتلخبط والناس بتلجا ليها لانه هي بتوصل لمراحل متقدمه جدا، هي مش قادره تمشي على ركبها، يعني مش قادره ان هي ركبها الماها جدا ومش قادره تمشي بشكل طبيعي، فبيبقى عندها الحل ده بتسمع عنه ان هو الحل السحري. في ناس عملت الحقن ده واشتكت منه يعني مر الشكوى زي ما بيقولوا، في ناس تانية عملت الحقن ده وقالت ان هو هايل جدا وبيجيب نتائج هايله جدا، وان هم بالعكس حتى خرجوا من الجلسه يعني عارفين يمشوا كويس. بالظبط. هو زي ما قلت دلوقتي يتوقف على ايه يا دكتور؟ يتوقف على درجه الخشونه ووزن المريض، هما الحاجتين دول اساسيين. الخشونه وصلوا لايه؟ لو الخشونه طبعا من الدرجه الرابعه يعني مهما حقنا مش هيحسن، مش هيبقى حلها او علاجها الحق. يعني الحق بالظبط. فهو لازم ان المريض فعلا يكون مؤهل للحقن، ان هو يكون الخشونه الدرجه الثانيه او الثالثه. لو لا الدرجه الرابعه هو العظم خلاص الغضروف كله تاكل والعظم بيحك في بعضه، فالحقن مش بينفع في الحالات دي. ساعتها بننصح لو المريض حالته تسمح طبيا ان احنا نعمل تغيير مصدر الركبه. طيب هي ازاي بيتشخص؟ يعني ازاي انا اتشخص ان انا مرحله اولى او ثانيه او الاشعه العاديه؟ انا يعني بنعمل اشعه عاديه هو واقف وبنقيس هم في اربع درجات، في درجه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، بنقيس المسافه اللي بين العظمتين في الاشعه العاديه، وعلى ضوء المسافه اللي باقيه في المفصل اللي بنحدد العيان ده درجه اولى درجه ثانيه درجه ثالثه درجه رابعه. طبعا في ناس بتخض من كلمه لو هو درجه رابعه نقول له محتاج عمليه. طب ما حضرتك هتفضل طول ما تاخد مسكنات ولا هتاخد حقن؟ ما ينفعش. مشكلة ما اتحلتش. عملية الركبة دلوقتي عملية ناجحة ونتيجة هايلة صراحة. ده تغيير مفصل الركبة؟ تغيير مفصل الركبة. ليه الناس بتخاف من العمليات دي أو الجراحة دي كتير قوي؟ طبعا هي كلمة تخوف لما حد تقول له هغير مفصل الركبة، دي كلمة العين بيتخض منها. أي كل عين بيقول بقول له اللي عمل تغيير ركبة بيتخض ويمشي على طول ما بيرجعش تاني. طيب دكتور في سن كام نقدر نلجأ للعملية دي أو الجراحة دي؟ وفي سن كام حياتك تنصح الشخص لا استنى شوية؟ هي من سن 55 لسن 70 سنة بتتعمل. يعني أقل من 55 بنقول له استنى شوية. وأكتر من 70 سنة بنقول له خلاص ما ينفعش إنها تتعمل. ودلوقتي الدولة يعني زمان كان العيان بيقعد سنين عشان يعمل قرار نفق الدولة ان هو يعمل تغيير مفصل ولا حاجة، لكن دلوقتي الرئيس عبد الفتاح السيسي لغى قائم انتظار العيان، ممكن خلال لو راح يقدم في اي مستشفى حكومي خلال الاسبوع 10 ايام الكتير بيتعمل له المفصل على يعني كله مجانا على نفق الدولة. دي حاجة هايلة على فكرة. بالظبط. فدي انا بشوفها من انجح الحاجات الكتيرة اللي اتعملت الفترة الأخيرة، إلغاء قوام من غير ما انا في حقيقي متهيألي ان انا يعني انا افتكر ان انا قلت اخبار كتير قوي تخص قوائم الانتظار، وان هي ما بقاش في قوائم انتظار، وان الناس بمجرد ان هي بتقدم الطلب الخاص بالعلاج بيتوافق عليه بشكل فوري وبيدخل المريض يعمل او يجري الجراحه. ودي حاجه هايله يا دكتور. بالظبط. لانه حقيقي زمان كانت الناس بتقعد في قوائم انتظار طويله جدا.
كان بتقعد بالسنه وسنه ونص مستني ان هو يجي دوره في ان هو يغير مفصل او كده، والعيان فعلا كان بيتالم وكانوا بيعيطوا بالدموع في المستشفيات عايزين نعمل عمليه وكان مفيش مفاصل. دلوقتي العيان انا قدام عيني العيان بيجي خلال اسبوع بيكون عامل عمليه مجانا كله مجانا. الدوله بتشيل التكلفه يعني بشكل كامل؟ بشكل كامل بالظبط. هايل. طيب دكتور، بما انه انا بشوف ان الناس لما بتتفرج على حلقات بتتكلم عن المشاكل والام العمود الفقري دايما الناس تقول ايه، طيب ما تقولوا لنا كده شويه حاجات او شويه نصايح بسيطه نقدر نعملها كلنا ونقي نفسنا من مشاكل او مخاطر باصابات العمود الفقري. وبما ان انا ست ومتحيزه بصراحه شويه كتير للستات، فانا عايزه اتكلم على الستات الاول، لان الستات هي اللي عندها مشاكل في العظام بشكل اكبر بكتير، مشاكل في العمود الفقري بشكل اكبر بكتير، وحياتك تاكد على الكلام ده. دي حقيقه. رقم واحد الستات لازم ياخدوا فيتامين د، لازم، لان فيتامين د مش موجود غير في حاجتين، غير في الادويه وفي الشمس، واي ست تعرضها للشمس يكاد يكون معدوم، لان اغلب الستات في مصر محجبات، لو خرجت في الشارع تبقى لابسه حجاب جسمها كله متغطي، ما فيش تعرض للشمس خالص. في البيت طبعا التعرض للشمس قليل، وفيش ما فيش هنا في مصر اكل فيه فيتامين د، يعني هو كل الاكلات اللي عندنا ما فيش فيها فيتامين د خالص. فهو حبايه كل اسبوع او حقنه كل شهر بتدي حضرتك مخزون فيتامين د يكفيك الاسبوع كله او الشهر كله. كل اسبوع لكل يوم؟ كل اسبوع اللي هي 10,000 ممكن تكفي الاسبوع كامل. 10,000 بالظبط. او حقنه كل شهر 50,000 برضه بتكفي محتاج الجسم. اوكي لو تعرضت للشمس تمام خير وبركه، ما تعرضتيش للشمس يبقى انت كده عندك كفايه من فيتامين د. طيب هو انا الحقيقه الخبر اللي كنت بقوله في الانترو بتاع الحلقه كان بيتعلق ب فيتامين د او فيتامين د، وكنت بقول انه الفتره اللي هي اللي ممكن الشخص يستفيد بيها من الشمس هو من 10 صباحا ل 3 لا الصبح، من 7 الصبح لحد 10 الصبح، واخر النهار من 4 لحد الغروب. طب كويس ان احنا نصلح المعلومه دي. مدام فاطمه، الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. لو سمحتي بعد اذنك اسالك دكتور. اتفضلي طبعا. دلوقتي انا ركبي بحس بشكل مع المجهود شويه على ركب اليمين يا اما ركب الشمال، باخد فيتامين مكمل غذائي بس الاول كان بيريحني المكمل الغذائي، دلوقتي بقيت الشفافه بتزيد مع الوقت حتى لو ارتحت. حضرتك سامع السؤال؟ لا ما فاطمه هتعيدي السؤال مره ثانيه. في شكشكه في ركب في رجل اليمين شويه بعد كده رجل الشمال شويه، انا باخد فيتامينات تمام؟ هي بتديها فيتامين د 3 ومغنيسيوم وكالسيوم، وباخد مركب كولاجين رقم 2. فكنت عايزه اعرف الحاجه دي هتساعدني ان انا ابقى كويسه ولا في حاجه ثانيه ممكن اخدها؟ انت كام سنه يا فاطمه؟ 37. وزنك كام كيلو؟ وزنك كام كيلو يا فاطمه؟ 52 وطولي 150. طب ده وزني مثالي ده. طب انت هايله، انت عندك مشاكل فين يا فاطمه؟ في ظهرك؟ في ركبك؟ طيب خلاص هنجاوب عليكي حالا. انت بس بالوزن ده اعتقد ان الفيتامينات اللي ممكن انا اخدها، انا عارفه ان انا جسمي مش تقيل على رجليا بس في شكشكه، مع اني باكل مكملات غذائيه وباكل، ما باكلش لا باكل، باكل كويس قوي كمان، بس بالرغم من كده باكل فيه شكشكه واكتر بتيجي مع الارهاق مع المجهود معنى صح. بصي اعتقد ده نقص ضعف في العضلات بتاعت الركبه، فلو انت عملت علاج طبيعي مثلا 6 جلسات او كده هتفرق معاها جامد. طب في اسيتات ممكن يتاخد؟ طيب حاجات معينه او مكمل غذائي ممكن اخده؟ ما انا لسه قايل الكوارع مالهاش لازمه. يعني احنا هو الدكتور كان لسه بيقول على فيتامين د ان هو مهم جدا للعظم، فانتي ممكن تاخديه. انا بقى بشكرك جدا يا فاطمه، وانا عايزه اسال يا دكتور على فيتامين مهم جدا الستات دلوقتي بتتكلم عليه كتير قوي، مش بس لعظمها لكن كمان للشعر وللبشره وللضوافر، وهو الكولاجين البحري. بالظبط. المارين كولاجين. المارين كولاجين.
ناس كتير قوي يعني ستات بالذات يعني بيكلموا عليه كتير قوي حلو وبيقولوا لبعض وبيجيبوه. وعلى فكره هو ما بيتجابش رخيص ابدا، هو غالي. وفي ناس قالت دكاتره برضو ان هو ملوش اي لازمه خالص، وان الكولاجين ده اصلا في الاساس ما بيمتصش. ما هو انا نفس الكلام اللي انا قلته، ان الكولاجين بيخش في المعده بيتكسر وبيرجع مواد اوليه تانية والجسم ما بيمتصش منه حاجه يعني. يعني احنا بنجيبه وبيترمي على الارض ما نجيبهوش. وغالي جدا يعني، هي يعني المونثلي كوست بتاعته بتوصل 300-400 جنيه. لا ده اكتر بكتير. فغالي، انا ما انصحش بيه للاسف. اكتر يعني 600-900. بس انا بتكلم انه هم كانوا بيقولوا عليه ان نتائجه يعني زي سحريه، ولكن كده بقى يبقى ما نجيبهوش احسن. ما نجيبهوش. شركات الادويه دلوقتي يا دكتور هترفع علينا قضايا على طول. طيب دكتور، احنا كنا لسه بنكمل كلامنا عن الممارسات او الحاجات الاخطاء الشائعه اللي ممكن نكون بنعملها طول الوقت وطول نهارنا وليلنا واحنا مش واخدين بالنا، ودي اللي تعمل لنا مشاكل بعد كده في ظهرنا. ممكن العيان يعني ستات البيت بتخلص الشغل المطبخ تفضل قاعده على كنبه بقى لحد بالليل، تتفرج على التلفزيون، ما بتحركش، الكنبه واطيه، مش ظهرها مش مسنود. فده مع الوقت ومع الزمن بتلاقي بتيجي بقى ان عندها خشونه في الفقره او ظهرها في انزلاق. ما تقعديش يعني حضرتك كل نص ساعه برضه قومي تمشي، قومي اعملي شاي لجوزك، اعملي او هو يقوم يعملها يعملها شاي، يعملوا شاي مع بعض. يعني يتحركوا هما الاثنين بقى. لكن لو انت قعدت فتره طويله الفقرات بتوجعك من كتر القعده، ما انصحش خالص بالقعده الطويله. طبعا التدخين السلبي، لان ممكن التدخين برضه السلبي هي بتقول لك انت حضرتك بتدخني، لا ما بدخنش. طب جوز حضرتك بيدخن؟ بيدخن جنبك. نفس التاثير المضر للتدخين السلبي هو تاثير التدخين الايجابي، وهيأثر برضه على الغضاريف. وبرضه ما زلت اقول الوزن الزياده، الوزن الزياده هو اكبر سبب في مشاكل الظهر. يعني انا عملت حلقات كتير قوي وكان دايما الدكاتره اللي معايا يقولوا التدخين ده شيء مضر جدا. بس في الغالب دكاتره القلب مثلا هم اللي دايما بيعنيهم القصه دي كتير قوي، ولكن انا اول مره يعني اتكلم عن العمود الفقري وحد ياكد على مخاطر التدخين بالنسبه للعمود الفقري. دي بالنسبه لنا في الحلقه دي المعلومه دي على فكره جديده. طيب دكتور، عرق النسا. تمام. عرق النسا ده بيصاب بيه ستات ورجاله. مظبوط. ايه هو؟ هو عرق النسا اي الم في الرجل بتاع المريض بسبب مشكله في الظهر. ده اسمه عرق النسا. زي مثلا الصداع، الصداع معناها الم في الدماغ، عرق النسا معناها الم في الرجل ناتج عن الظهر. سببه اشهر سببين هما سواء الانزلاق الغضروفي او خشونه الفقرات او التزحلق الفقاري. علاج عرق النسا حسب بسببه ايه، يعني في مريض بيتحسن بس بالعلاج الدوائي فقط، لا في مريض تاني ما بيتحسنش بالعلاج الدوائي، بنحتاج ان احنا نعمل له حقن في الظهر. في ناس برضو مش بيتحسن بالحقن ويفضل الالم مزمن معاهم، لا ده بنضطر نعمل عمليه سواء ان احنا بنوسع حوالين العصب المخنوق او ان احنا بنثبت الفقره، يعني حسب المشكله اللي في ظهر العيان ايه. بس هما يعني الثلاث حلول هما المتاحه هي سواء العلاج او الحقن او العمليات الجراحيه. طيب دكتور، يعني احنا اتكلمنا على العلاج قبل ما نتكلم على الاعراض. بالظبط. ايه اعراض عرق النسا؟ ان المريض بيشتكي بيقول لك انا في حاسس ان في الم في رجلي بدا من اول ظهر من ورا نازل على الرجل كلها. ايوه. رجل واحده او رجلين او رجلين الاثنين. وفي الغالب بيقول لك انا بيزيد مع المشي، يعني كل ما بمشي اكتر كل ما بالالم بتاع عرق النسا ده بيزيد معايا. طيب بيقولوا يعني دايما لما يجوا يشرحوا كده يقولوا كانه كهرباء ماشية في رجلي. في ناس بتشتكي يقول لك كهرباء، يقول شكشكة. في حد تاني بيقول لك حرقان، في بيقول لك تنميل. كل ده يعني نفس المعنى ان هي التهاب في العصب بتاع الرجل. كل مريض بصفه حسب ما هو حاسس بيها، بس هي يعني تنميل، شكشكة، كهرباء، حرقان، الم، كل ده نفس المعنى يعني. امتى حل او علاج عرق النسا يبقى علاج جراحي؟
لو المريض جربنا معاه العلاج الدوائي ما نفعش وجربنا معاه الحقن الفقرات ما نفعش ساعتها وهو لسه بيشتكي وبيتألم ساعتها بنقول له الحل الجراحي هو الحل بالنسبه لك. طيب دكتور، بما اننا بنتكلم على العمود الفقري فالعمود الفقري ممكن يأثر على اجزاء ثانيه من الجسم، يعني في ناس تقول لك ايه انا مش عارف ليه الايام دي بقيت حاسس بتنميل في دراعاتي كلها، يعني دراعي من اول فوق لغايه اطراف صوابعي منمله جدا. تمام. التنميل ده يا دكتور في ناس بترجعه لمشاكل في العمود الفقري. بالظبط، هي الفقرات العنقيه لو بتعمل مشاكل بتعمل تنميل في الايدين وفي الكتاف. الفقرات القطنيه لو بتعمل مشاكل بتعمل تنميل في الرجلين وفي عرق النساء. فلو عيان بيشتكي من النص الفوقاني يعني ايديه وكتافه ده غالبا بنرد الموضوع لمشاكل في الرقبه. لو عيان بيشتكي من مشاكل في ظهره ورجليه الطرف السفلي ده بنرد المشاكل في الظهر يعني.